طيب عايزة أسألك على دور بقى يعني واحد من أهم فنانين عصره وكمان من أهم المؤثرين في حياة بليغ حمدي، الفنان الكبير محمد فوزي. صحيح، فوزي كان بمثابة الأب الروحي البليغ. يعني بليغ على فكرة راح لمحمد فوزي كمنتج، كان هو مدير شركة الأسطوانات، وبليغ كان في الوقت ده كان مطرب، كان بيعمل أغاني. ففوزي الحقيقة أو يعني من الناس البدايات اللي قال له يا بليغ أنت ملحن موهوب جدا، فيعني ركز في التلحين ده، رغم إن فوزي ملحن يعني منافس. رغم كده الحقيقه كان مقتنع بموهبه بليغ، وهو اللي قدمه للست ام كلثوم. صحيح. قال لها في ولد موهوب جدا ممكن يغير تاريخ المزيكا في البلد، وقدمه ليها. وطبعا ام كلثوم الحقيقه برضه كانت ست ذكيه جدا، لماحه. صحيح. عرفت ان الولد ده موهوب جدا، رغم ان على فكره كتير من الملحنين الكبار حول ام كلثوم كانوا انتقدوها، يعني انت بعد زكريا احمد والصنباطي والاصابجي جاي تغني لشويه من الحان شويه عيال، هم كانوا شايفين جيل بليغ ده ايه العيال هو والموجي وكمال الطويل هتغني. بس هي كانت مؤمنه جدا بيهم، موهبه بليغ. والحقيقه يعني بليغ عمل لام كلثوم 11 اغنيه. انا اعتقد ومعايا كتير من الناس ان الاغاني دي جددت شباب ام كلثوم. صحيح. ام كلثوم في الفتره دي كانت محتاجه جيل الشباب اللي راح لعبد الحليم حافظ. الحليم كان مطرب الشباب في الوقت ده، فهي عايزه جمهور اللي عند عبد الحليم، عايزه جمهور الشباب الجديد، الاجيال الجديده. فكانت من الذكاء ان هي تجيب ملحن شاب يعمل نغمه جديده، نغمه متطوره. وبليغ قدر يجيب لها فعلا جمهور كتير من الشباب.